واخيرا وصلنا. وصلوا الانجريديان على الام تي في واخيرا. هو فادي وصل قبل ونحن كمان طولنا لنوصل اليوم. بس مش معقول يعني عن جد. حق عمين عليك عيد ميلاد اليوم. شليت البلد. سكر البلد. سكر البلد. يوم بما انه عيد ميلادي طلبت من فادي عملنا بهاماس الاسبوع الماضي. والله تكرم عيونك ستيف. وبهاماس. واليوم بس وصل وما وصلوا الانجريديان. قال لي ستيف عامل لك بهاماس هالقد سمكو. طيب كثير. طيب كثير. ويمكن كنا لو ما وصلوا الانجريديان كنا رح نلغي فقره كوكينج اليوم. ولكن حظي كثير حلو وحظكم كمان حلو لانه يلي بيحب البهاماس بده يتعلم اليوم من فادي كيف نعمل بهاماس. صباح الخير فادي. بونجور. كيف رح نكون شو حاسه اليوم؟ يعني شي مره ما نقول ويلكم تو لبنان. هيدي الكلمه ما نعيدها يعني شي مره هيك على فترة شهر هيك نقطع شهر وما نقول ويلكم تو لبنان. ابني صار يعرفها هيدي بتنقطع الكهرباء لي ويلكم تو لبنان. كل شي ويلكم تو لبنان. شي مره هيك بس فكروا باللي عامل مثلا كريس كاردياك. اذا عامل كريس كاردياك كيف الامبولانس بدها توصله على المستشفى؟ خلص يعني اساس بديهيه. اوكي نحن تاخرنا على شغلنا وماشي الحال بس المرضى شو بيعملوا عن جد؟ كيف عن جد؟ فشيت خلقي. هلا صار فينا نبدا. للبهاماس بدنا جاتو جينواز، كريم باتيسيير، كريم شانتيي مخفوقه، موز، قطر فانيلا، وكمان بدنا للجناش شوكولا وزبده. بس هو هن. بس هو هن. كول. اليوم ما رح نفكر كالوري. اليوم ناكل اللي بدنا اياه. انا باكل بدي اياه. ما عرفت فكر جبت اشياء بعد ما. يلا. يعني نحن اليوم رح نبلش بالاول شيء بالشوكولا. رح نعمل الجناش بنحطه على جنب وبنرجع بنطبق كتو. اوكي. هلا هون رح ادوب الزبده انا. على السيس ست ما بقصر. تكرم. اليوم انا كثير شو بيقولوا؟ اتي بيتي سوان بدك ايه بس تساعدك. اوكي هيدي للشوكولا. رح نحط الشوكولا هون هلا. بس تغلي الزبده بنحط الشوكولا فوقها. اوكي. وبهالوقت انا رح اعمل هالشغله خلص. اوكي. وبهالوقت انا رح اخفق الكريم باتيسيير والكريم شانتيه مع بعضهم. اوكي. نخفقهم بنحضرهم. مثل ما عملنا تنعمل حشوه الميلفوي. مظبوط. وبنان كراميليزي. شفت بتعلم. برافو. فيك على السريع تقول لنا كيف بيعملوا الكريم باتيسيير لغير المشاهدين يلي ما بيعرفوا؟ عندك لتر حليب. اوكي. بدك اربع بيض. 200 جرام سكر. بيض كامل. بيض كامل. فيك تعمليها بالصفار، فيك تعمليها حيلا طريقه فيها. اوكي. ما بيأثر عليها. انت بتحط بيضه كامل. مزبوط. اوكي. و 200 جرام سكر. نعم. وبدنا فانيل. فانيل اكيد بتحط. مزبوط. اوكي. وفينا نستعمل كورن فلاور والطحين مع بعضهم. طيب. مزبوط. اوكي. نحطهم مع بعضهم، اول شيء نغلي الحليب مع الفانيل وبنخفق البيض مع نص كمية السكر. نخفق كمية السكر مع البيض، بس يغلي الحليب بنحطهم فوق صفار شوي صغيرة. اوكي. بنرجع بنخلط الصفار مع السكر، بنرجع بنقلبهم فوقهم. بنحطهم كلهم على النار لا تغلي، بس تغلي وتشد بتبين هي معنا، بنشيلها تغلي بنحطها بصينية، بنحط لها شقفة زبدة صغيرة، كل ما ينشف وجهها. اوكي، ذاتس ات. اوكي. هيدي الكريم باتيسيير. هيدي هي، ما بدها شيء يعني. اوكي. لازم يدوبوا على الاخر؟ ايه بدهم يغلوا. اوكي. انا كمان بدي اخذ كريمه. فيكم تعملوا لنا الموسيقى بالستوديو بليز؟ هلا ما حدا في زعلي. ثانك يو. هلا عملت كريم باتيسيير انا. عم نعمها شوي حتى بس احط الكريمه فوقها ما تعذبني. ما تغربي الدرغي. اوكي. ايه. 50. اوكي. هلا بدي احط الكريمه فوقهم. اوكي. انا هون فيني بلش احط
لا خليها تغلي مزبوط بقى تغلي. قوية ريحة الزبدة. واخيرا بدنا ناكل بهامس اليوم. اكيد عم بتطرطشني هولي. اوكي هلا هون رح احط لهم شوي صغيره فانيل. يا لطيف. اوكي هيدي خلصت. نحن على فين نعملها؟ بتحب البهاماس؟ ايه كثير. خي واخيرا بدنا ناكل بهاماس. انا متعب كثير الصبح. انا كمان. بلشوا يغلوا فينا نحط. اوكي فيك تحطيهم فوق هون. بدك تحطي هول فوق هول. هول فوق هول. هول فوق هول. بدنا شيء يتخفق. شمي رواح الفانيلي. بدك موزه؟ ايه فينا نعطيها؟ ايه بقدو؟ ولا زيادك. ايه انا بجي لعندك ستيفاني. تجي لعندي؟ ولا دير. ديبو هلا. بدها كريم؟ بعدين بدها كريم؟ بركي بدها تعمل بهامس. بدها كريم؟ خايشة؟ بركي بدها تعمل بهامس. بدك كريم شوي؟ بس بدي اتفرج. شوكولا اتراكتف الشوكولا. بعيط لك. بدك تعي شوفيني. اللون وليكي في لمعية. بس في ريحة زبدة كمان. ايه بقوة الهيئة. بقوة بقوة الزبدة. خليهم شوي صغيرة انا على جنب هلا. انت خليهم على جنب، نحن رح ناخذ سوا بريك. كمان على جنب؟ كمان على جنب وبنرجع لكم. تأكدي تأكدي يلا وقولي لي. لا صوتها لنادي على الهوا. هلا حطينا المزيج من الزبده والشوكولا، حطيناه هون على البماري على مي تمام يجمدوا. مظبوط تيضلوا ليكيد. هلا موز في غيره. ايه بعطيك وحده ثانيه. اوكي بعد وحده. ايبس سحر. هلا هول. اوكي موز صار فيها نطفي تحته. اوكي نطعمه هون. البهامس كم نهار بتداين بالبراد؟ هو البهامس بتداين يعني يومين ثلاث ايام بس. هو ما هو الموز دغري بيسود بقلبه. عرفتي كيف يعني بيختفي ناس الشوكولا. مزبوط بس دغري بيسود كلمة يعني ثاني يوم دغري بيسود انه بفكروه قديم اما شيء بفكروه كثير قديم بس هو بيضاين يعني بيضاين ثلاث ايام بكل سهوله بالبراد. اوكي بس اذا سود الموز ما يخافوا منه يعني. رح طلع القالب معي على البيت لانه اوكي عشان هيك عم بسألك كم يوم بس بخلوكي تظهري من هون. ما بخلونا رح يقفلوا الابواب. Okay. انت عامل كم قالب معك؟ جايب كم قالب؟ واحد بس؟ فكرت اثنين قلت بتطلع معي واحد على البيت. okay. هلا انا هون استعملت الرولور رقيقه لالو. هيدي جينواز؟ ايه عملت صينيه مربعه حيلا بس قصتهم وقصتهم مدورين حتى اعملهم جاتو مدور. هلا فينا شو؟ فينا نعمل جاتو العادي نعمل جاتو عادي ونحشيه بس هيك انه بتطلع فيه كريمه اكثر بيطلع فيه موز. هيدا شو؟ هذا سيرو.
سيرو كيف نعمله؟ لتر مي ونص كيلو سكر. اوكي. وشوي صغير فاني. فاني. اوكي. بدهم صب بدها تشربها. ايه بدها تشربها. واو. رواحي اللي عم شمها مشاهدينا. طيب هيدي. عالسكت. أنا مني على الهواء. سان غاب. شو طيبة. حط له شوي صغيري كريم. ما تقول لحدا. لا خلص. شفتني شربة؟ منيح انه ما شفتنا شغله. حطينا لها شوي صغيره كريم حتى تلزق عليها. يوم كلكم فيكم تاكلوا اللي بدكم اياه. اليوم معهم كارت بلونش. فينا نحط نقطة كونياك بالسيرو؟ فيكي. فيك. ما في شيء ما فيكي. كل شيء فيكي. كل شيء فيني اليوم لأنا عيد ميلادي. لأنا عيد ميلادي. يا لطيف. قد ايه بعد عنا وقت شباب؟ بالهيين ب بالبهامس. ايه بس قد ايه بترجعي لعنا؟ أنا عم بحكيها لتاتيانا. اشتغل على مهلك شايف عنا وقت بدنا ناخذ هلا بعد شوي بريك. بس هيك لنقول للمشاهدين انه بدنا ناخذ بريك بعد شوي. تعال هلا نسكره نحن ونحطه بالفريزر ونرجع نلبسه شوكولا. ناخذ بريك؟ شادي يا شادي صور منيح. خلينا نشوفوا المشاهدين شو عم نعمل. بهامس. هاي الموز نحن كمان فينا نعمله كراميل اذا بديك. لا بس بلا دسامة. بلا دسامة. بقدي. هيدا هسكر اخر طبقة. بس هيدا القطر كثير خفيف. اي خفيف منو سميك. مش منو سميك. ليكو التكنيك هيك وهيك وهيك ايده اليمين والشمال وهلا يا لطيف فينا نشيله من السارك ونحطه بالفريزر حتى تجمد الكريمه. بدك تشيل السارك هلا. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Yay. هلا بنحطه بالفريزر نحن ليجمد بده شيء نص ساعة. فرجيها بعد شوي برمى هيك ليشوفوها. ايه هلا بنحطه بالكريم عم نتغير بنسكره بنسكره بكريم وبنحطه بالفريزر. اوكي وي تاتي. لكن اول شيء فينا فيك تعلمنا بس هيك على السريع كيف تعمل الجينواز. الجينواز هي كنايه عن 10 بيضات 300 جرام طحين 300 جرام سكر وفانيل. البيض والسكر مع بعضهم نخفقهم ليطلعوا. نخفقهم مزبوط مزبوط ليطلعوا. بنرجع بنشيلهم على المكنه بنحط طحين بنقلبهم بالملعقه. تقلبيهم تقليب مش خفق. مش خفق. تقليب يعني من فوق لتحت من فوق لتحت بصير يفوت فيهم الهواء. نرجع بتجيبي صينيه بتحطيها بقلبها يا بتعمليهم قالب يا اذا بدك تعمليهم صينيه رقيقه مثل مثل البيش مثل ما انت عاملها. اي مثل ما انا عاملها مثل البيش. هيدي بتستعمل فات للبيش دونويل كمان. اي بس بدك تشيلي مثلا منها الطحين تحطي محلها كاكاو اذا كانت شوكولا. اوكي بتمديها على صينيه بترجع تحطيها على الفرن تقريبا 250
اوكي شي 3 دقائق او 4 دقائق دغري بنشيلها دغري بتشيلها تكون هيك هي بس تاخذ لون بس تاخذ لون دغري تكون ما تخليها تتحمص اذا تحمصت بطل بقى تنلف معك اما بطل تتقطع اوكي كول ميرسي فادي ولا. نحن بنرجع فادي وانا بنشوفكم بالتيستينج هلا رح ناخذ سوا بيك وتلاقيكم ناجح عم نقرا التويتر عم بقرا على تويتر شو عم بيصير المواطنون عالقون لساعات وساعات في زحمة السير نقمة شعبية على الاستقلال حبيت في واحد كاتب شي فينا نقوله واو شوفوا الشوكولات هيت لننسى شو عم بيصير دلقن دلق اوكي هلا بنحطه بالبراد في ناس عم يتمنوا يكونوا تحت الصينيه فادي هلا هيدا بنتركه على جنب لينشف ايه نحن شو بدنا نعمل هلا بتصير بتشيل الشوكولا هيك تهور بسرعه من حدنا ونحن بروح قلبنا معه لهو اتمنوا بهامس عامل سبع قوالب شاف نعم عامل سبع قوالب لا اثنين صاروا شي اربعه وحده لقلي بدي اخذها معي على البيت ايوه اوكي هيدا هلا هيدا بعد ما تحط الشوكولا قد ايه بتحطوا وقت بالبراد ليصير؟ شي تلت ساعة تقريبا تلت ساعة واللي بيشكوا فيهم ما في شك انه كثير طيب الا بالبيبيز يلا اطلعوا كلكم يلا الكل يطلعوا على البريك لنطفي لها شمعة على ستيفاني ونقول لها هابي بيرثدي مش هيك شايف؟ نعم مش هيك؟ بعد هيدا تحت طلب ستيفاني الجاتو اكيد ايه يا لطيف يا هي الثاني لإلي الثاني لإلك بس في كان عندي هون شغله بعد شوفوا بندقة نعم بندقة موزة بدك سكينة هي سكينة شايف كله على السريع لا مش على السريع فيك تاخذ وقتك عندنا وقت birthday to me happy birthday كل اللي بدي ياكل بدي يغني happy birthday happy birthday بس واحد قلت له اللي بغني واو ليكو حد قال لي هابي بيرثدي ستيفاني سي جونتي ميرسي بوكو فادي ثانك يو ميرسي بالمية ثانك يو رح دمي خلص هلا بس الدوري رح تدمعي ايه بس هيك رح قصي الجاتو هلا I'm gonna make a wish ما رح قلكم شو الويش انا شهر الجاي ايه شايف لا تعمل حسابك فوالا بحب الميلفاي كمان اكيد ثانك يو مشاهدينا ثانك يو لكل المشاهدين يلي عم بيكتبوا لي على الفيسبوك كمان وعلى التويتر عم بيقولوا لي هابي بيرث داي ميرسي للكل ثانك يو ناديا ميرسي فادي هابي بيرث داي عم بغني لانه بدهم ياكلوا ثانك يو رزق ميرسي بوكو انا برجع بشوفكم بكره ان الله راد ما تنسوا البسمه على وجهكم ثانك يو باي